والأموال الضخمة اللي بتندفع للعيبة عشان نجيب كريستيانو ونجيب ميسي ونجيب معرفش مين ونعمل بطولة إيه ونعمل حفلة إيه وندفع للمغنية العارية عشرات الآلاف، عشرات الملايين، والله عشرات الملايين من الدولارات لمغنية واحدة أو مغني أو لاعب من هؤلاء. المشكلة يا إخوانا إن إحنا في عندنا نوعين من الحج، حج العادي بتاع الناس الغلابة، وفي حج هم بيسموه السعودية بيسموه VIP Very Important Person، الرجال المهمين جدا، ولا أنت المفروض تنظم تعمل منظومة كاملة. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه يا إخوة، إن احنا مطلوب منظومة كاملة. منظومة في عندنا قلنا إن مسارات الحج 20 كيلو ذهاب، وزيهم إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو سابق تكلمنا عن الكارثة. نعم والله إنها كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معاني، كارثة تحل على حجاج بيت الله الحرام، تلك المشاهد المروعة المفزعة المؤلمة التي ما كان يتخيلها أحد ممن تابعوا هذه المشاهد وتلك الجثث الملقاة المرمية في شوارع مناسك الحج، سواء بقى كانت في مزدلفة أو في منى أو في عرفة أو ما شابه ذلك. تكمن الكارثة في إنه الناس الحجاج اللي رايحين، يعني أولا رايحين بحب، كل واحد منهم يعني جايب تحويشة عمره وحج بيها. في ناس والله إن لم يكن كلهم، يعني خلينا نتكلم عن النسبة الأكبر، محوشين وبيعين اللي وراهم واللي قدامهم عشان يحجوا حجة الفريضة، وفرحانين وراحوا هناك. ربما اللي رجع بدون زوجته واللي رجعت بدون زوجها، لأن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم ماتوا أو ضاعوا فقدوا، وحتى الآن ما زال فيه المئات مفقودين وأهليهم بيبحثوا عنهم. طيب، في جزء من المشكلة، أو لعل البعض يقول المشكلة عند الناس اللي جاية بدون تصريح. تمام يا فندم، ماشي، عندهم جزء من المشكلة، لكن خلاص إيه المانع؟ يعني هنموتهم؟ هم عشان جايين بدون تصريح نموتهم؟ ولا أنت المفروض في عندك سيستم أنت عامله للي بيدخل الباب ده، للي بيدخل عرفة أو بيبدأ يخش في مناسك والشعائر بتاعة الحج؟ خلاص بقى أنت في عندك سيستم بيستوعب الجميع. احنا كل المشكلة عندنا في 2 مليون حاج، حركة الحجاج تقريبا في مدمار تقريبا حوالي 20 كيلو من مكة لعرفة، 20 كيلو تقريبا. نرجع بقى راجع تاني، من عرفة إلى مزدلفة 6 كيلو، من مزدلفة إلى منى 4 كيلو، يبقى دي 10، ومن منى إلى مكة 4 كيلو تقريبا، 14 كيلو، ده طريق الرجوع، لأن الطرق في طرق بعيدة وواسعة ويعني واخدة محاور بعيدة عشان السيارات وكذا، أنا قلت لك خليهم 20 كيلو، بقى معقولة المملكة بجلالة قدرها بإمكانياتها الرهيبة أغنى دولة في العالم مش عارفة تعمل طريق مشاة طوله 20 كيلو، ممشى 20 كيلو، يعملوا ممشى واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وعشر، 10 طرق للمشي، والطرق دي تبقى مهيئة ومجهزة لأن احنا بنستخدمها كل سنة في مشاعر الحج. بهل ده يستحيل على دولة بحجم المملكة؟ طبعا غير مستحيل، والله غير مستحيل، وأقسم لكم بالله، يعني لو اتعملت الطرق دي مش هتكلف تقريبا قد اليخت اللي بيشتريه أي واحد منهم، اللي دفع فيه 400 مليار، باين 400 مليار، ودولار كمان، ولا الحفلات اللي بتتصرف على موسم الرياض، الأموال الضخمة، الأموال الضخمة اللي بتتصرف على موسم الرياض، والأموال الضخمة اللي بتندفع للعيبة عشان نجيب كريستيانو ونجيب ميسي ونجيب معرفش مين ونعمل بطولة إيه ونعمل حفلة إيه وندفع للمغنية العارية
عشرات الآلاف، عشرات الملايين، والله عشرات الملايين من الدولارات لمغنية واحدة أو مغني أو لاعب من هؤلاء. تقدر الدولة مع كل البذخ في المحرمات تعمل كده؟ آه تقدر تعمل كده. طيب وتقدر كمان جنب ده تعمل كمان الطرق وتسهل حركة الحجيج. إذا المشكلة ليست في الحج بدون تصريح، أمال المشكلة فين؟ في المنظومة. أنا هقول لكم فين المشكلة. المشكلة يا إخوانا إن إحنا في عندنا نوعين من الحج، حج العادي بتاع الناس الغلابة، وفي حج هم بيسموه السعودية بيسموه VIP Very Important Person، الرجال المهمين جدا، الناس المهمين جدا، الأشخاص المهمين جدا. إيه ده، هو الحج كمان في الكلام ده؟ طبعا. المشكلة بتكمن في هذه المصيبة، هي دي اللي بتعمل المصيبة، لأن أنت عشان توفر لحجاج الـ VIP أماكن ونزل وطرق وحتى الرمي زي ما هنشوف في الفيديو بعد شوية، ده بيخليك تاخد من أو تهمل القطاع الكبير والسواد الأعظم من الحجيج. ومن وهنا تكمن الكارثة، لأن حجاج الـ VIP واخدين كل الامتيازات واخدين كل التركيز من الدولة، يعني هتلاقي الأمن هناك كتير جدا، الإسعافات عالية جدا جدا، مستشفيات خدمة عالية جدا جدا، زي ما هنشوف دلوقتي في الفيديو عشان بس تبقوا مستوعبين معايا المشهد. كنت تعرف قبل كده ان في حج عادي وحج VIP؟ تعالى شوف كده. ده VIP. ده النوم بتاع الحج اللي احنا عارفينه. الشاليهات. شاليهات في الحج. ما شاء الله تبارك الله. هذه الصالة للترعية. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم. هذا مدخل غرفة نوم. لبيك لا شريك لك لبيك. وافق عرف ان احنا نعرفه. والنعمه لك والملك. يا رب الحليم يا من جمعتنا. وافق عرف من الفندق. ولهذا الاسرك العظيم يا من جمعتنا لهذا. الله اكبر الله اكبر. رمي الجمرات العادي. رمي الجمرات من جوه السيارة. الله أكبر. أو أنت واقف لوحدك خالص بحراسة الشرطة حواليك. من هنا بقى تكمن المصيبة، لأن أنت رجال الـ VIP أنت موفر لهم كل الخدمات المتميزة، وهم عددهم قليل بالمناسبة يعني مقارنة بعدد الحجاج إجمالا. وأنا لما شرفت بالحج شفت اللي أنتوا بتتكلموا اللي احنا شفناه دلوقتي ده، حرفيا شفت فعلا ناس بتموت في الشارع، وناس مهملة تماما مش لاقيين حتى شربة مية، وناس قاعدة في التكييف سواء في عرفة، طبعا ما بيقعدوش في مزدلفة، دول بيمر على مزدلفة بس وبيكمل بقى على منى، أو في منى المخيمات بتاعتهم على أعلى أعلى مستوى، ده المستوى اللي هو كمان في مستوى تاني في الفندق بتاع منى، أو في مكة طبعا. فإذا ما عندوش بهدلة خالص، أو في التنقلات الطرق سالكة وماشية. الحج الـ VIP بيبدأ كده من أول، نقول مثلا 15,000 دولار تقريبا، يعني بحاول أعملها لكم بالدولار عشان كل واحد في بلده يقيمها، في 20,000 دولار، في 30، في 40، في 50,000 دولار، وفي أعلى من كده كمان، وكل واحد بيختار الامتيازات اللي تعجبه. يبقى الحج ده بقى بيزنس ولا مش بيزنس، استثمار ولا مش استثمار، يعني الدولة يعني المملكة بتكسب من وراه ولا لا؟ طبعا بتكسب، المطوفين بيكسبوا طبعا، حتى رجال الشرطة بيكسبوا. طيب تعالوا بقى للسواد الأعظم من الناس، مهملين تماما، لا لهم خيم في عرفة ولا حتى مية يشربوها في الطرق وهم ماشيين كده. طبعا في فيديوهات منتشرة بالمناسبة برضو عشان نبقى منصفين، يعني ان هم بيوزعوا على الناس آيس كريم وبيوزعوا على الناس مية، ده حقيقي فعلا، بس فين الكلام ده في وسط الأعداد دي كلها؟ وهل يا ترى أنت بقى كدولة سايب الموضوع كده
للمتطوعين والمتصدقين والمنفقين اللي يجيب كرتونة آيس كريم ويخلصها في دقيقتين ويمشي؟ ولا أنت المفروض تنظم تعمل منظومة كاملة؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عنه يا إخوة، إن احنا مطلوب منظومة كاملة. منظومة في عندنا قلنا إن مسارات الحج 20 كيلو ذهاب وزيهم إياب. ممكن الطرق بتختلف، فمحتاجين نعمل كمان يعني إجمالي ما يمكن أن يعمل، هنقول مثلا 20 40 60 كيلو مثلا. يعني هل نقدر نعمل حنفيات مية كل 50 متر، نعمل نقطة إسعاف خيمة الناس تبقى موجودة كل 50 متر ويروح يجروا ويسعفوا الناس؟ أنا شفت مشهد في الحقيقة، وده برضو الإنصاف، تعالوا يعني زي ما بنقول السلبيات نقول برضو إن في إيجابيات، وإن في ناس محترمين جدا، وأنا أعي ما أقول، سواء كانوا رجال شرطة أو رجال جيش أو أفراد أمن أو أفراد في الصحة أو مسؤولين عن تنظيم الحج، ناس محترمين وممتازين جدا وبيأدوا عملهم بمنتهى الحب ومنتهى الإخلاص زي ما هنشوف في الفيديو ده. موقف يعني يوجب علينا أن نشكر رجال الأمن حقيقة، جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. رجال الأمن بيحاولوا بإمكانيات بسيطة جدا جدا إسعاف واحد من الحجاج. طبعا دي مش مهنة ولا وظيفة ولا تخصص رجال الأمن، فأين الأطباء وأين المسعفين؟ دول مهنتهم، دي وظيفتهم، ده اختصاصهم. ثم انه رجال الامن بيعملوا بامكانيات بسيطه جدا، الراجل بيقطع له نص برتقانه وبينقط له بيها في بقه، يعني حاجه بسيطه جدا. فين بقى ناس، في ناس مدربه على التصدي لمثل هذه الازمات؟ لذلك يا اخوانا يعني وان كنا بنشكر رجال الامن، لكن واجب برضه ان احنا ننتبه ونعترف ان فيه كارثه حصلت. يجب على السلطات السعوديه ان تنتبه لهذا الامر وان تتصدى له فيما بعد. والله العظيم احنا بنقول الكلام ده لحبنا الشديد في بلاد الحرمين، وحبنا الشديد ان احنا قدام العالم كله ننظم حج يليق بالمسلمين ويليق ببلاد الحرمين. لكن المشهد يطلع كده، ده وكالات الانباء العالمية اتكلمت وبقت فضحتنا بجلاجل في العالم كله. زي مثلا هذه وكالة انباء عالمية عملت التقرير ده. Pilgrims desperately try to cool off in the scorching heat. As one of the world's largest religious rituals, Hajj, winds down, bodies are being counted. Egyptian, Jordanian, and other Arab officials have reported dozens of their citizens dead or missing. They made the pilgrimage to Mecca in Saudi Arabia. Yesterday we were on our way and we saw corpses along the road, lying there covered in a sheet. Because the temperature is just so high. And I'm not talking just about old people. Young people have died too. Around 1.8 million. فعلا الموضوع بقى واخد بعد عالمي. وإحنا يهمنا كمسلمين إن إحنا يعني بنقدم صورة راقية للعالم كله، فإحنا معقولة يعني بلد بحجم المملكة تقع في مثل هذه الأخطاء البسيطة؟ هل معقولة إن المملكة مش قادرة توفر خدمة تليق بالحجاج؟ بالتأكيد لا، المملكة عندها قدرة مالية تعمل كده. لكن وأرجع تاني وأقول، لو تخلصنا من بيزنس الحج، الحج لازم يرجع تاني زي ما كان مجانا، وقف الغني والفقير يروحوا يحجوا مجانا، كل الإمكانيات من سقاية ورفادة وأكل وشرب وسكن كله متوفر مجانا. مفيش حاجة اسمها في الحج واحد غني بيحج VIP واحد فقير نايم في الشارع، ما ده كده المقصد الأساسي من الحج لم يتحقق.
طالما ان انت جاي متكبر، كنت متكبر في بلدك وجاي متكبر كمان وانت قالع هدومك ولابس الاحرام. طبعا المملكة لا تستطيع ان تتخلص من هذا الامر لانه بالنسبة لها سبوبة، وهنا تكمن الكارثة. لذلك اذا اردنا ان ننظم حج فعلا بدون ازمات، نوفر كل الخدمات للحجاج بدون مقابل، وقف تتعاون فيه الدول كلها مع بلاد الحرمين، ويتعاون كل الأغنياء والأثرياء في العالم، ويتعمل مناقصات، مين اللي يتحمل الشرب، مين يتحمل السكن، مين يتحمل التنقلات، هتلاقوا عشرات إن لم يكن مئات الشركات في العالم داخلة تقدم يعني طرح للكفالة. وممكن كمان إحنا نقول إن ده يحسب من مال الزكاة، ما هو ده في سبيل الله لا مانع. لكن اللي بيحصل في الحقيقة الكارثة تكمن خطورتها في عندما تحول الحج إلى استثمار أو إلى بيزنس، ولن تنتهي هذه الكارثة إلا إذا عاد الحج مرة أخرى وقف مجاني. ألا قد بلغت؟ اللهم فاشهد. طبعا الإحصائيات كل يوم بتزيد، احنا قبل كده كنا بنتكلم عن 323 أو 600 اللي هم المصريين بس اللي هم وصلوا إجمالا 1000، الإحصائيات لسه ما زالت بتزيد وربما تزيد عن 2000 حالة من المفقودين والذين ماتوا نتيجة الإهمال. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.